ايوه نجاتي عارفه بيه، نجات اللي ولادها قاعدين معاك جوه. مش لازم في يوم زي ده ابقى قاعده جنبيهم، ولا ماليش مكان بينكم، ولا ايه؟ عارفه بيه نجات، انا ممكن اصدق اي حاجه الا انك تيجي لحد هنا برجليك. وديني جيت مش على رجلي على ملا وشي كمان. يا نجات انت جيتي غصب عنك؟ لا، هو في حد بيعمل حاجه غصب عنه؟ يعني اللي خلى ولادي بيسمعوا كلامك ومن ايدك دي لايدك دي وما قدرتش امنعهم، على الاقل ابقى جنبهم في يوم زي ده. الله عليك يا نجات، عين العقل عين العقل. كتر خيرك. الله، ايه عرفه بيه؟ هتفضل سايبني على الباب كده؟ مش هتقول لي اتفضلي يا عم ولادي؟ ده كلام برضه. اتفضلي يا نجات اتفضلي. كتر خيرك يا اخوي. عاوز يا باشا، بس العربيه سخنه، هزود شويه ميه بس. طب يلا بسرعه عشان انا مستعجل. حاضر يا باشا. اها، مالكوا يا ولاد متنحين ومبلمين ليه؟ يا لهوي، انتوا مهما كانوا ولادي وعمركم ما هتهونوا علي، انا عندي اغلى منكم. ما تعرفيش يا ماما، كلامك ده ووجودك معانا في ظرف زي ده فرحنا قد ايه. انا مش مصدقه ان انتي جيتي، بس انا مبسوطه قوي. تعالوا. الله 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 الله، ربنا ما يحرمكم من بعض ابدا ويخليكم لبعض. كان لازم يا نجات تجيب الحاج مرشدي معاك يا سميه بنتي. يا اخويا يا وش يا وش، واحدة واحدة يا عرفة بيه. صدقيني يا نجات، لمتنا مع بعض كلنا تسوى الدنيا كلها. طبعا، ما عشان نتلم تاني لازم القلوب تسوى، ولا ايه عرفة بيه؟ وانا من ايدك دي لايدك دي يا نجات، شوف ايه المطلوب مني وانا اعمله عشان القلوب تصفى. ما انت عارف، ما انت عارف انك جيت لي قبل كده عشان اديلك فرصة تثبت بيها حسن نيتك، وانا اللي رفضت. فديكي جيتي اهو يا نجات. هعمل ايه؟ حكم القوي على الضعيف، مش عشان صدقتك. ماما، مش وقت الكلام في المواضيع دي. سيبها يا باسم، سيبها تقولي اللي عندها. ما انا قلت يعني ان ربنا يكتب ظني واديله فرصه يا بنت وسامحيه. اذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيسامح، انا مش هسامح، وهالايام جايه اما نشوف هيحصل ايه. بقى كل اللي عمله علشان يا ماما ولسه عايزه حاجه تبين حسن نيته. معلش يا اختي، الله يقطع الجهل وسنينه يا بنتي. معلش سامحيني يا حبيبتي. امك عندها حق يا ندى، انا مش عايز منها غير انها تديني بس فرصه، والايام هتثبت لها ان انا مدت ايدي بالخير. خلاص كده يبقى اتفقنا يا عرفه بيه. اهم حاجه يا نجات ان الود يفضل موصول. الود يفضل موصول؟ طبعا يا اخويا، ده هيفضل موصول وهيزيد كمان، ومن هنا ورايح خلاص هتبقى واحد مننا طول ما انت متقي ربنا في ولادي وفيا. روح يا شيخ، ربنا يجعله لك في ميزان حسناتك يا قادر يا كريم. يا رب يا نجات يا رب. بسم الله ما شاء الله، ايه البيت الجميل ده؟ الله اكبر، بيتك حلوه قوي يا عرفه بيه. ايه يا نجات ده؟ ملي عينيكي والله، ومليك عليا حلفان. انا عشان اجي هنا اجرت خمس ست عبايات عشان يلوموا بالمقام واجي لك هنا من حد صلاح وشريك ومراته. ولسه عايش؟ اها، انت فاكره؟ اه طبعا، طول عمرك ابن اصلي عرفه بيه. بسم الله ما شاء الله عليك. روح يا شيخ، ربنا يقعده في ميزان حسناتك. Thank you.
مفيش اي حاجه خالص، هو في مكان في الدولاب بس عارف اقفله كويس. ما هو انا لازم اكسره عشان خاطر اعرف ايه اللي جواه. لا، لو انكسر هيعرف ان احنا بنفتش وراه. لا 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 بلاش تكسروه. لا انا اشك ان عرف يكون مخبي حاجه مهمه في اوضته. اسمعي يا نشوى، رجع كل حاجه مكانها تاني، واوعى عرف يحس ان احنا بنشك فيه او بنراقبه، مفهوم؟ لا مش هيحس باي حاجه، وبعدين هو مشغول الليله جدا مع ضيوف. انا رايي ان سالي هي اللي هتوصلنا لكل اللي عايزين نعرفه. اوكي، بس اهم حاجه تلحق تتصرف معها بسرعه لان السنيور مستني رد. والله الست نجات دخلت قلبي من اول ما شفتها يا عرفه بيه. والله يا حبيبتي القلوب عند بعضها، وانت كمان ليك وحشه. ميرسي. فرصه سعيده يا بير، فرصه سعيده يا كريمه هانم. فرصه سعيده بيك يا عرفه بيه. ربنا يخليك. يا عرفه بيه احنا يحصل لنا الشرف ان احنا نيجي نتقدم ونطلب ايد ندى لابني امير. يا سلام، ده شرف كبير لينا احنا، وبعدين ادي الجمال وادي الجمال، هنروح فين يعني؟ ايه رايك يا عروسه؟ اللي تشوفه حضرتك. شفته؟ اهي بدأت تتكسف اهي. اه طبعا الا تتكسف. انا عارفه بنتي وش كسوف، وبعدين اتفاجئتوها بالخطوبه. ما دام سكتت يبقى السكوت علامه الرضا. يبقى خلاص نتوكل على الله ونقرا الفاتحه. لا ايه يا ماما، في ايه؟ ما تصلي على النبي، ما احنا كنا ماشيين كويس. كويس ايه يا ابني؟ اصل جدك جدك محلفني مليون يمين برحمة أبوك إن ما يقرأ الفاتحة اللي هو هنا معانا. والله عندك حق، أنا جات فاتتني إزاي دي؟ برضو وجود الحاج مرشدي معانا هتحل البركة أكتر. اتفضلوا اتفضلوا. بقولك يا ست أم أمير، أنت يعني جيتي طلبتي إيد المحروسة النبي حارسها بنتي، وإحنا وافقنا، بس إن شاء الله في وجود جدها، ما أنت عارفة ما نقدرش نعمل حاجة من غيره، ولسه قدامنا وقت ان شاء الله عبال ما نقرا الفاتحه ونعمل الخطوبه وان شاء الله يتخرجوا ويبقوا يتجوزوا، مش كده يا عرفه بيه؟ مظبوط يا نجاتي. تمام حضرتك، مفيش اي مشكله، احنا كل اللي عايزينه موافقتكم بس. ما خلاص، ما هو حصل يا امير، وبعدين كلام حماتك في محله. اوامك عملت لنا حما يا عرفه بيه. ما انت بكره تبقى حما. عرفه بيه، البوفيه جه. ايه البوفين ده؟ ده العشاء، العشاء جاهز يا جماعه في الجنينه. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. ها؟ ما تقومي يا اختي تملي بطنك دي، وانت عامله زي عصعصي النقاري كده. يلا انتوا تملوا بطنكوا وانا استعنت على الشقة بالله. هي حاجة بسيطة، لكن ليكم عليا يوم الخطوبة هعمل لكم حفلة تحكي وتتحكى عنها مصر كلها. ثانية واحدة. يا نجات واقفة ليه كده؟ استنى ما اعمل لك طبق. لا طبق ايه؟ ده انا جعانة قوي، ده انا عاوزة لي انجر اكل. يا ده انت عندك شوية هوا يرد الروح. ايه ده؟ ده ولا قصر المنتزه كله. بسم الله ما شاء الله، ما هو ده اللي كان بيمشي فيه عبد الحليم. مريم فخرتيه. يا نهار ابيض. لا بس على فكره، ده ناقص له شويه زرع هجيبهم لك من المشكل. والله العظيم هجيب لك شويه ورد بلدي على شويه فل، لكن يبقوا ايه؟ حكايه ينوروا القصر ده كله. بص يا نجات، الجنينه صاحب الجنينه تحت امرك، وبعدين ايه الكرم ده كله يا ست نجات؟ اها، ما يجيش بعد اللي انت عامله معايا مع اولادي. يا اخويا ربنا يخليك ويطول في عمرك. بسم الله ما شاء الله. بس انا مش عارف، حاسس كده ان الكلام ده مش من قلبي. مش من قلبي، ده من جوه قلبي. وبعدين احنا كنا فين وبقينا فين؟ جرى ايه عرفه بيه؟ فعلا يا نجات، احنا كنا فين وبقينا فين؟ خلاص
انا هلف حوالين القصر اشوف هو ناقص كام زرعه عشان اجيبها. سعيدة ماما انا ماشي بقى. ها خلاص نويت ترجع مطرح ما جيت؟ لا 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 خالص، انا عندي جوله كده في كام بلد جوه مصر. ليه؟ مفيش ماما، شويه مشاكل كده بس راح اشوفها. يعني اللي في دماغك في دماغك؟ انت يا ماما مش متابعه اي حاجه خالص، مش عارفه ان في حالات اغراء بتحصل لاقباط عشان يبقوا مسلمين، وده بقى بيبقى شيء عادي، انما لو في حاله تنصير واحده في البلد الدنيا كلها بتتقلب. يا ابني يا ابني، لا ده يستاهل ولا ده يستاهل. يعني ايه بقى؟ يعني اللي يغير دينه علشان قرشين ولا وظيفه ولا واحده، واحد ما يستاهلش يتبكي عليه خالص، لا من هنا ولا من هنا. طب لو غير بقى عشان هو مقتنع؟ سيبك من الكلام ده، اللي بيروح دين تاني يبقى عاوز يخلص من حاجة او ياخد حاجة. ماما انا اتأخرت بقى ومضطر امشي دلوقتي. يعني مفيش فايدة، اللي في دماغك في دماغك. سلام يا ماما. مع السلامة. الكلام لا جاب فايدة معاه زمان ولا هيجيب فايدة دلوقتي. يعني السنيور اختك ما بتظهرش اليومين دول يا استاذ شاكر؟ اوعى تهوب لها تاني يا عبدو. هتقدر تحافظ عليها؟ يا اخي انت مالك؟ وبعدين لو اي حد هوب لها يا قاتل يا مقتول، وتقدر تجرب يا عبدو. انا ممكن اعمل حساب للعشره والعيش والملح اللي بيننا، وان احنا اولاد حته واحده، وابعد عبدو. تبقى عملت حسنه في حياتك اللي كلها مليانه سيئات وزفت وقطران. بس الخطر الحقيقي مش مني يا استاذ شاكر. قصدك ايه؟ ابعدها عني وهنعرفها وخلي عينك عليها. يا اخي انا مش قادر افهمك. ليه بس يا استاذ شاكر؟ مع ان كلامي مفهوم. مفهوم ازاي؟ ما انا لو قعدت اكتر من كده هصدقك، وانا جربتك قبل كده لما اشتغلت في المشتل. انت مالكش امان يا عبد. يا اخي مش مهم تصدقني ولا تكذبني، المهم تاخد بالك من اختك اول يومين دول. هيحصل هيحصل، انا مش هكرر غلطه زمان. قابلتيه يا نجاة؟ وبيسلم عليك يا حاج. وعملت كده ليه؟ مش غريب يا حاج، انا عايزه ابقى جنب ولادي. وناوي على ايه يا نجاة؟ معقول يا حاج بعد كل اللي عمله ده عرف ابنك ولسه بتخاف عليه؟ مهما عمل عرفه فهو ابني، وانت مجربة يا نجاة. ضحيت بعمرك كله علشان ولادك وما قدروش، وبرضو ما هنوش عليك. اطمن يا حاج، انت عارف نجات كويس قوي، عمر الاذى ولا الغدر كان في طبعي. كونك خايف على اولادك منه فده من حقك. وبالنسبة لندى وباسم انا افديهم بعمري، بس بلاش الضربة تيجي منك يا نجاة. ضربة؟ ضربة ايه يا حاج؟ اللي زي عرف نهايته، نهايته ضربة قاضية، بس انا مش عايزها تيجي منك. مخبيش عليك يا حاج، احساسك في محله. هو فعلا خلاص عرف، خلاص قرب ياخد الضربة القاضية. لله الامر من قبل ومن بعد، لله الامر من قبل ومن بعد. يا حاج عشان خاطري اوعى تزعل مني، زعلك على عيني وعلى راسي والله. لو زعلت منك يا نجاة عشان خايف على اولادك ما بقاش اب، ولو ما خفتش برضو على عرفة ما بقاش اب. عشان خاطرك وعشان خاطر المرحوم راضي الف رحمة ونور عليه، اللي خدوا منا عرفة قبل كده مقدور عليه، إذا كان على الفلوس مش مشكلة، لكن اللي عايز ياخده مني دلوقتي عيالي وعيالي ما ينفعش السماح فيهم أبدا. Bye.
يا شكل بقى لك تحكمات غريبه قوي. في ايه؟ ايه في ايه؟ لقيتك زهقانه في البيت لوحدك، قلت لك تعالي اخرجي معايا. في حد يخرج حد الصبح كده؟ هو في احلى من خروج الصبح اهو، والشمس طالعه كده والناس ماشيه. بس انا بحب الليل. طب جربي كده تخرجي معايا بالنهار هتتبسطي قوي. هوديكي حته مكان يجنن، لطيف جدا. ماشي يا شاكر، اهو تغيير لما نشوف. ايدك بقى يلا. حاسب يا ابني. كده برضو يا اشرف تضحك عليا؟ ما تزعليش مني، بس انت عارف ان في شغلانتنا دي مفيش حاجه بتتقال الا في ميعادها. تصدق وتؤمن بالله انا ما كان حد فارق معايا في كل اللي جم في صف اللي ما يسمى اللي اسمه عرفه ده غيرك انت. قلت يا مصيبتي، معقوله جوزي ابو ولادي ضحى بعمره عشان خاطر واحد ما يستاهلش؟ معلش يا اخويا ما تاخذنيش، انا كنت ساعتها زي المجنونه، كاني كان فيا عقل وطاهر. الف سلام عليك، انت ست جدعه واصيله. الله 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 الله، ايه يا عم اشرف، انتوا ست نجات هتقلبوها بقى مجاملات وعاطف ونسيب الشغل؟ يا ست نجات، عملت ايه في المهمه اللي كلفتك بيها؟ تمام يا سياده اللواء، الشنطه اهي. صورت الفيلا كويس؟ ايه اللي صورتها؟ ده انا جبت لك اللوز بتاعت الفيلا والخبايا كلها. اهم حاجه مفيش اي حد يعرف باللي بيحصل ده، ولا حتى اقرب الناس ليكي. هيبي حضره الظابط، انت ناسي انا كنت مرات مين؟ انا كنت مرات السور راجي على سنة ورمح، الف رحمة ونور عليه. بقول لك ايه، قفل قفل قفل، اللي ما يسمى عبده جاي. مصطفى قوم شوف شغلك انت في المشت، وانت كأنك بتكلمني عن بيع المشت اللي حد الظبط. زيك ست نجات. اهلا. زيك اشرف. ايه زيك عبده، اخبارك يا مصطفى باشا؟ نعم تمام يا عبد. مصطفى باشا، ايه ده؟ هو يعرف ان ستك لوا؟ لا بقى، انتوا تفهموني ايه الليله دي ماشيه ازاي؟ ما انا ما اقعدش كده زي الاطرش في الزف. حلو المكان ده يا شاكر، ايه اللي عرفك طريق؟ الست اللي قاعده هناك دي هي مش عارفاها؟ دي كريمه. ايه رجعت الود القديم؟ لا، قطعت كل حاجه بتربطني بيها ورميتها في وشها. جامد. هي اللي زودت خوفي عليكي، حبيت احميكي من شر الانثى اللي جواكي، وكانت دي اكبر غلطه عملتها في حياتي، لان مهما عملتها تفضلي انثى. جوا خير وشر، فتنه وجمال، ذكاء ومكر. قفلت عليكي، طلع من جواكي اسوأ ما في الانثى، وهربت منك. يا شاكر، لما بتبقى رايق ومركز تبقى فاهم كل حاجه كويس قوي. بس انت حظك وحش قوي يا سامح. ليه؟ لما انت رجعت وانا قلت خلاص انا اتعلمت مش هعمل كده تاني وهسيبك تعملي اي حاجه براحتك، اكتشفت ان جواكي خطر كبير قوي. اسمعي يا سماح، انا مش بعمل كده بطلع عقدي فيكي، لا والله العظيم، انا فعلا خايف عليكي، خوف اخ كبير على اختي، او يا ست اعتبريه خوف اب على بنته. جبتني هنا بقى عشان توريني كريمة وتحسسني ان كل حاجه خلاص وعقدتك اتفكت، صح؟ ايوه صح، عشان كده انا مش عايزك تتعبي مني تاني، لان خلاص مش هخصبك تعمل اي حاجه غصب عنك. مش عارف يا شاكر. بجد؟ اوعدك. متر تحت امرك يا فندم. هات لنا هات لنا شويه حبه من ال، هات لنا كل اللي عندك. بالراحة يا شاكر، هات لي ليمون بس. ايه ده؟
ليمون بس بس. طب يا سيدي هات لنا 2 ليمون والحساب المره دي عندي انا مش عند الست اللي قاعده هناك. حاضر. شكر انا مش عايزه اضيع عليك فرحتك بس انا في حاجه مهمه قوي عايزه اقول لك عليها. ايوه حبيبتي انا سامعك كويس كل اللي انت عايزاه. احساسك عند محل. احساس ايه؟ انا في خطر يا شيخ. خطر؟ ايوه سماح وقولي كل اللي عندك انا سامعك كويس قولي. يا نهار ابيض يا عبده معقوله كل اللي عملته ده بالاتفاق مع عدد الضابط اشرف؟ ده انا تنقطع ايدي ولساني يا ست نجاة لو فكروا في يوم يؤذوكي. ده انت الست الوحيده اللي وقفت جنبي في شدتي انا فديكي برقبتي انت واولادك. كتر خيرك يا اخويا ان شاء الله ما تحرم منك وحقك عليا لو كنت غلطت في حقك بس والله غصب عني ده انا طول عمري بقول الجدعانه كلها اتخلقت عشانك. كان لازم عبده يشتغل عند عرفه يمكن يلاقي حاجه في المخازن بتاعته تدلنا على نشاطه الحقيقي. المخازن بتاعته طلعت نظيفة والبضايع اللي فيها عادية. بس برضه عبده تخليك هناك شغال عادي خالص وجودك هناك ممكن يفيدنا. رقبت يا باشا بس انا حاسس ان حل اللغز في الفيلا بتاعت عرفة. الفيلا؟ اذا كان على الفيلا سيبوها لي انا بقى انا اقدر اخش من غير ما حد يشك فيا وانا من ايدكو دي لايدكو دي واللي تقولوا لي عليه انا هعمله. احنا هنرتب كل حاجة يا ست نجاة وفي الوقت المناسب هنضرب ضربتنا. هتبقى الضربة القاضية بإذن الله. الجواب ده لازم يتسلم للبوليس. ما تخلينيش اندم من حكيت لك يا شاكر. انت في خطر كبير فعلا. بس انا ما اقدرش اخون عربي. انا وعدت. وعدتيه بايه؟ انت ممكن تدفع حياتك كلها تمن للوعد ده. احنا عارفين بيشتغل مع مين ولا بيشتغل ايه اذا كان هو بجلاله قدره خايف على نفسه. طب خلاص انا هرجع له الظرف واقول له انا مش قد الحكايه دي. انا اللي هرجعه له. ما دمت انت مصممه يعني ان احنا ما نبلغش البوليس. شاكر. ابعد انت عن الموضوع ده. اوعي تقولي الكلمه دي تاني طول ما انا جنبك. انا اللي هقابل عارفه وهدده ان انا هسلم الجواب ده للبوليس اذا ما بعدش عنك. هو نفسه طلب مني ان ابعد شويه. طيب يبقى حاسس بالخطر عليك وعلى نفسه. شكل الحكايه كبيره قوي يا شاكر. الظرف ده لازم يرجع له وعلاقتك بيه لازم تتقطع خالص. يا ريت ترسى على كده. ما تخافيش طول ما انا جنبك ما تخافيش. حاضر. حاضر يا أبي. الحمد لله على السلامة يا سماح. الحمد لله على السلامة. دي أغلى حاجة في حياة أبي. مين كان يصدق يا عمرو إن العيال دي تتخطب؟ عقبال عندنا يا رب. انا مش فاهمه انتوا كلكم ملهوفين على الهم ده ليه؟ مش فاهمه والله. تلاقيك انت اكتر واحده ملهوفه. مش هرد عليك. عموما ميرسي يا سيدي على التوصيه. طيب شكرا يا عمرو. خلي بالك من نفسك وطمنيني عليك. حاضر. ايه الحلاوه اللي انتوا فيها دي؟ طب ما تخليه يوصلك بره يا هانم على الشارع بدل ما يجيبك هنا تحت البيت. انا جايبها لحد هنا لاننا ما بنعملش حاجه غلط وبعدين احنا كنا مع شله الكليه بنحتفل بخطوبه زمايلنا. انت هتخلص خالص. مش عايز اسمع منك ولا كلمه. انا هسكت بس مش عشان خايف منك. أنا هسكت احتراما لسمية ولنفسي. ده إذا كنت تعرف حاجة عن الاحترام. ده زودتها قوي. كفاية بقى يا أخي كفاية. من فضلك يا عمرو ممكن تمشي دلوقتي؟ حاضر أنا ماشي. حسابي معاك هيكون بعدين يا عمرو. وأنا في انتظار اليوم ده. سلام يا أستاذ باسم. تعالى نروح نتكلم في أي حتة. أنا مفيش بيني وبينك كلام. يا سلام للدرجة دي زعلان على المحروس بتاعك عشان مشي؟ انا زعلانه على اللي انت بقيت فيه. تعالي هنا انا بكلمك. اوعى كده ايدي. ولا هو عرف بيه ادالك قرشين عشان تراضيني وتتجوزني؟ لعلمك بقى لو انت اخر واحد في الدنيا دي كلها انا مش ممكن هرتبط بيه. كمان واحدة هنا اتفرج كده. لا انا
يا استاذي انا بقول اتفرج مش ترش منها. هتخلص كده خلاص مش عايزه. اهو 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 هنا اهو. حتى بقى اهو خلاص مش عايزه. حب بقى. يلا يا عم يلا يا عم. خرب خرب. كويس انك جيت يا ريري. ده انا قاعده لوحدي في الصالون زهقانه وبغني ظلمون. اه ما انا جايه بقى علشان اسليكم. ما انا الاراجوز بتاعكم. اها مالك يا وليه؟ اراجوز ايه وتشاتروا ايه؟ البس حنتك عليا ليه؟ انا عملت لك حاجه زعلانه مني ليه؟ انا يا اختي لا زعلانه ولا فرحانه. انا سايباكي يا اختي لحالك وتشوفي لك كده يومين في العز اللي انتوا فيه ده انت واولادك. عز كده يا نونو؟ اخس عليك. ده انا اموت في الفقر. ده انا اموت في القله. الحنة على القله. ده الغريب حنة. شكل عقلك كده زق زق. قومي قومي لم هدوم سميه وهاتيها لي. يا لهوي ليه هي كمان؟ البس حنتها مني ليه؟ مش عايز تقعد معانا هنا؟ هو انا كنت عملت لها حاجه زعلانه مني ليه هي التانية؟ بصراحه بقى مفيش حد طايقك ولا طايق ولادك. اخس عليكي يا ريري وهون عليكي. بطل السهواكه دي. انا اخس عليكي كده برضو. وانا اقول ما طلعتش من الدنيا الا بريري. ريري 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 خلانيش. مفيش حاجه موداني في داهيه غير قلب الطيب. يا حبيبتي يعني خلاص هتقعدي معايا؟ ايوه كده اعدلي سحنتك. ده احنا ملناش غير بعض. ايوه يا نجاة احنا ملناش غير بعض. بس انا الحقيقه يعني قلقت عليكي كده لما لقيتك اتغيرتي فجاه. ما تخافيش عليا يا ريري. انا عارفه كويس قوي انا بعمل ايه. وبعدين معايا ربنا ونجاة ما تخافش عليها. أمنية باسم ازيك؟ وايه الشياكه دي؟ ايه العربيه الجامده دي؟ انت بتشتغل ايه بالظبط؟ لف ركابي عايزك في موضوع. لا التوصيله دي غاليه عليا انا مش قدها. طب ممكن اعزمك على حاجه جوه؟ مصمم؟ اه مصمم. وبطلي غلاسه عشان عايز اتكلم معاك. طيب ماشي. اتفضلي. مبروك على العربية الجديدة. الله يبارك فيكي. عاملة ايه؟ مفيش جديد زي ما انا. طب واللي عايز يديكي فرصة انك تتغير؟ تتغير؟ ازاي يعني؟ يعني ننزل نشتري لك كام فستان جديد كده ونخرج نسهر في حتة حلوة وهو يبقى تغيير. ايه مالك في ايه؟ انت عايز تظبطني يا باسم عشان تتسلى بيا؟ انا؟ انا مستحيل اعمل كده. قلت دي بنت سهله تلف وتدور في الشارع. ارحمها بقى وارملها حاجه واتسلى بيها عشان وقت ما يعوزها مزاجي الاقيها قاعده مستنياه. منين؟ انت فاهمه غلط. انت اللي فاهم غلط يا باسم. انا مش كده. وحتى لو فكرت ابقى كده مش هبقى معاك يا باسم بيه. عارف ليه؟ عشان انا كنت بقدرك. لكن انا بعد اللي سمعته منك دلوقتي تنزلت من نظري خالص. أمنية أنا أنت مبقتش تستاهل حتى إن أنا أقعد معاك. دور على واحدة غيري يا باسم بيه تغريها بوضعك الجديد. بس ما تكونش أنا. أمنية 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 استني أرجوكي. أوعى سيبني وأوعى تدور عليا بعد كده تاني. أنت فاهم؟ أمنية
يلا بينا عرفه. ما بلاش انا الليله دي. لا الليله دي ما ينفعش من غيرك، في شغل مهم جدا. يلا شد حيلك كده. يلا حبيبي. كله تمام يا شوقي؟ حسب التعليمات بالظبط. ازيك عرفه بيه؟ اهلا. يلا عرفه، يلا نشوى. وعرفه بيه ماله؟ احسن حاجه في شغلانتنا دي انك ما تسالش. اه ما انا عارف. مستني اللحظة دي، مستني اليوم ده بفوق صبر. اوعى تفتكر ان انا حمار ولا غبي. لا ده يوم ما يحصل حاجة هقلب عليها واطيها، هقلب عليها واطيها. اظن كفاية قوي الكلام ده دلوقتي. يلا بينا. يا لهوي يا اما، يا لهوي يا اما، يا لهوي يا اما. حاضر يا ابو، يلا مش هنخلص ولا ايه؟